الميداني تأكيدا الرجاء لأن المال الوحيد ولكن الرجاء هو المستقبل. أنا دورنا هذا ديالو وبالرغم أن الرجاء يكون في استقبل أو خارج الميدان لكن لا وحنا كأننا خارج الميدان لأن جمهور الرجاء يكون دائما حاضر بعكس جمهور شباب المحمدية لأننا كنشوفوا الغياب ديالو ومن حقه يغيب لأن النتائج ما كتساعدش الفريق وما كتحفزش الجمهور باش يحضر. بالنسبة للسؤال الثاني ست الهزائم بكل صراحة باش نقول لك يمكن كانت ضد فرق كبيرة خسرنا مع الوداد مع الجيش مع الرجاء ولكن خسرنا بنتائج اللي هي عادية قدمنا مستوى كبير. حنا الحمد لله خاصنا نركزوا على الفرق على المباريات لأن يعني مباريات سد غتكون كمباراة المولية وجدية كمباراة اتحاد طنجة مباراة ديال الفرق اللي كتعاني تاهي وكانت في أسفل الترتيب فباش تخسر مع الرجاء والوداد فهذا شيء عادي ولكن كتبقى ست هزائم يعني نتيجة جد سلبية. اصلا ان شاء الله كما قلت الحل الوحيد هو انت تبدا لاعبين جدد باش نحاولوا نطوروا الفريق ان شاء الله. مشاكل ماديه كما كيعرف الجميع فماشي على الشباب جميع فرق كتعاني.